السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أنا موجودة في مدينة تطوان، مدينة جميلة، مدينة عاصمة الثقافة في شمال المغرب، وفها سعيدة جدا بوجودي اليوم هنا لهذه ذكرى مدرسة المئوية لمدرسة لا ميلاغروسا بإشراف جماعة تطوان، بإشراف رئيس الجماعة وجميع الأعضاء، وفي الحقيقة فخيرة جدا. شكرا. استقبلنا هذا المساء وفدا هاما من أدماء تلاميذ ثانوية القاضي بن العربي سابقا، يعني عندما كانت مدرسة إسبانيا. استقبلناهم هذا اليوم بمقر جماعة تطوان بقاعة أسطوط، حيث كان هذا الاستقبال مرفوعاً بضيفة شرف هذا اللقاء، السيدة المحترمة الشريفة للا ملكة العلوي، مرفوعة بمجموعة من المسؤولين الإسبان بالمدينة، منهم مدير سيرفانتيس المسؤول عن المكتب الثقافي والتربوي بالسفارة الإسبانية بالرباط، مسؤولو الأنصرية العامة الإسبانية بتطوان، مسؤولو الكنيسة الكاثوليكية هنا بمدينة تطوان. استقبلناهم بحرارة. وفد مهم يتكون من 70 مشاركة ومشاركة حضروا لتطوان من أجل استعادة الذكريات التي عاشوها في مرحلة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. استقبلناهم بحفاوة كبيرة وبشغف كبير، كان شغف متبادل بيننا وبينهم. قدموا كلمات كلها استعادة للذكريات التي عاشوها بهذه المدينة. سوف نتطلع إلى تنظيم لقاءات أخرى من هذا القبيل من أجل الحفاظ على الهوية التطوانية، الهوية المتشبعة بالسلام
المتشبعة بالتسامح، المتشبعة بالتعايش بين كل الديانات السماوية.